أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة غافر من خلال الآيتين 13 و14. استمعنا أعزائي المشاهدين في الفقرة الأولى من البرنامج إلى شرح فضيلة الشيخ خالد، ثم تبع ذلك الاتصالات الهاتفية، وساعدنا بسماع أصوات جديدة إن شاء الله، عدد طيب من الأصوات الجديدة. أرجو إن إحنا نداوم برضو ونسمع أصوات جديدة اليوم من خلال الفقرة الثانية، وإحنا في انتظار اتصالاتكم على 23 00 0900 0323. دلوقتي معانا الحاجة أم أميرة. اتفضلي يا حاجة أم أميرة. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. ممكن نقف عند كلمة رزقا وناخد نفسنا وابدأ وما يتذكر إلا من ينيب؟ إن شاء الله. حاضر. ماشي. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. طب اسمعها مني كده بالراحة. اتفضل. هو هستأذنك قوليها ورايا. اتفضل. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. ايوه كده، اكملي. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما شاء الله، احسنت. جميل، شكرا جزيلا للحاجه ام اميره. هنروح لام محمد من القاهره. اتفضلي يا حاجه ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك بخير يا حاجة أم محمد. ربنا يبارك فيكم يا رب. وإياكم وإياكم. إن شاء الله هبدأ. اتفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. صدق الله ما شاء الله، تقدم كبير ان الله يفتح عليك، ما شاء الله جهد مشكور. شكرا جزيلا للام محمد من القاهره. ونروح لام محمد من ليبيا الشقيقه. اتفضلي يا حاجه ام محمد. طب للاسف الخط فصل، دي تاني مره يفصل. هنروح لحاجه سميره من القاهره. اتفضلي يا حاجه سميره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. بالراحة كده، وينزل لكم. الخطأ فين؟ اللام مع اللام. وينزل لكم، ما أقولش وينزل لكم. طيب أيوة، لولاكم. ماشي وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما شاء الله، جهد مشكور. تسلمي، شكرا لاتصالك يا أستاذة سميرة. هنروح لأم وائل من البحيرة. تفضلي يا حاجة أم وائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا،
وما يتذكر إلا من ينيب. من ينيب، من من ينيب. لا يا أمي بصي، من 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 ينيب إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما شاء الله، جميل يا أمي وفي أجمل، الله يفتح عليكي. شكرا للحاجة مويمن بحيرة، شكرا لك يا أمي. هنروح للأستاذة باكينام، حاجة باكينام من الجيزة تفضل. مشكورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. أفصل اللام من اللام، وينزل لكم. وينزل لكم. أيوة كده ممتاز. من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله ها. فادعوا الله، الهاء مفتوحة، فادعوا الله مخلصين. فادعوا الله مخلصين له. أيوة. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما شاء الله، جهد مشكور وجميل وفي أجمل، الله يفتح عليك حاجة باكينام. شكرا جزيلا للحاجة باكينام من الجيزة. هنروح سريعا برضو من الجيزة للحاجة فاطمة، اتفضلي يا حاجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا وسهلا حاجة فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. جميل، قولي بس كده ورا الآية ديت. هو الذي، أول جملة بس كده قوليها ورايا. هو الذي يريكم آياته. هو الذي يريكم آياته. أيوة كده. وينزل لكم. وينزل لكم. أيوة كده أحسنت، جميل ما شاء الله حاجة فاطمة، جميل الله يفتح عليكي. شكرا جزيلا الحاجة فاطمة من الجيزة. هنروح للمنوفية مع الأستاذة أميمة، تفضلي يا أستاذة أميمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ندي الغنة حقها شوية. من ينيب. وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما شاء الله أحسنت، جميل. شكرا جزيلا للأستاذة أميمة. هنروح لأم محمد من الجيزة، حاجة أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا أستاذة أم محمد. أنا أول مرة أتصل. ده شيء يسعدنا ما شاء الله أكتر، يعني الإخوة المتصلين اليوم من يعني اللي هم أول مرة يكلمونا، فأداء أنا بسعد بيه جدا، خاصة زي ما حضرتك عارفة إن الناس أكترتها مشغول في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما شاء الله أحسنت يا محمد، الله يفتح عليك، جميل. شكرا ليك يا حاجة محمد، بداية ممتازة مع حضرتك، وأرجو أن أنت تواصلي معنا نتعلم إن شاء الله أكتر وأكتر. الأستاذة عزيزة من اسكندرية، حاجة عزيزة تفضلي. مشكورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نعلي صوتنا شوية حاجة؟ حاضر. هو الذي يريكم آياته وينزل
ينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما شاء الله جميلة حجة عزيزة والأجمل لو إدينا غنى حقها شوية. الله يفتح عليك. شكرا للحجة عزيزة من اسكندرية. الأستاذ وحيد من مطروح, السلام عليكم يا أستاذ وحيد. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا فندم مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. بداية طيبة ما شاء الله, جميل, في أجمل من كده إن شاء الله. شكرا للأستاذ وحيد من مطروح, شكرا لاتصالك. هنروح لأم يوسف من الدقهلية. حاجة أم يوسف. يا أم يوسف. أيوة السلام عليك. أهلا يا أم يوسف وعليكم السلام. ممكن أقرأ؟ أهلا, نسعد بحضرتك وأرجو لو التلفزيون صوته يعني موجود اقطعي صوته خالص عشان تركزي مع الشيخ من خلال السماعة. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. بالراحة كده وقولي ورايا كده. وما يتذكر إلا وما يتذكر إلا إلا من ينيب إلا من ينيب. جميل. فادعوا الله مخلصين له الدين. بالراحة كده. فادعوا الله. فادعوا الله مخلصين. فادعوا الله مخلصين. أيوة. له الدين. جميل. ولو كره الكافرون. بداية جميلة. الله يفتح عليك. وفي أجمل من كده إن شاء الله مع بعض بإذن الله إن شاء الله. شكرا أم يوسف. شكرا جزيلا لأم يوسف. هنروح أعزائي المشاهدين للحاج كوثر من القاهرة. أستاذة كوثر. أيوة. أيوة أهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ يعني نسعد بحضرتك وبسمع صوتك. أول مرة. طب ما شاء الله النهاردة كله أول مرة يتصل, ربنا يبارك فيكم, بتسعدونا كتير قوي وده فضل ربنا والله. الحمد لله. بس احنا بنتعلم الشيخ خالد على طول يعني. اللهم لك الحمد. اللهم لك, ربنا يجعله في ميزان حسناته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما شاء الله جميل. وفي أجمل الله يسعدك حاج كوثر. شكرا جزيلا للحاجة كوثر من القاهرة. هنروح لولادنا منى ورحاب ومحمد من الدقهلية. منى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا منى اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بحسبان يا منى. نعم. بحسبان بحسبان لا بحز لا بحس دي سين مش زي بحسبان بيحو بحسبان بحسبان. لا خلي بالك يا منى من الحته ديت. الله يفتح عليك يا بنتي. طب اتفضلي يا رحاب. يعني الو السلام. أيوة. عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا رحاب اقراي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. بص يا رحاب. والسماء رفعها. أمد أربعة كده وعد على إيد أربعة. والسماء رفعها ووضع الميزان. بس لما أجي أوصل بنتي أوصل الكلمة أشكلها. والسماء
رفعها، الهمزة مفتوحة فأخلي بالي وأنا بوصل. والسماء رفعها ووضع الميزان. شاطر، حاب استفدت من اللي فات من أختك منى في كلمة بحسبان، كويس ممتاز، الله يفتح عليك يا رحاب. شكرا ليك يا رحاب. محمد اتفضل يا محمد. ابني محمد اتفضل يا محمد اقرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتقرا ايه يا محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله شيخ محمد، جميل، بس في اجمل من كده. المره الجايه باصدق اعلى من كده شويه، الله يفتح عليك يا ابني. شكرا لابنائنا منى ورحاب ومحمد من الدقهليه، شكرا لكم جميعا اعزائي المشاهدين. يعني دي حلقه من الحلقات اللي سعدنا فيها يعني سعاده كبيره جدا اعزائي المشاهدين، يعني خاصه ان هي كانت اكثرها من الاخوه المشاهدين اللي هم اول مره يتصلوا، وده شيء مبشر جدا. الحمد لله ان احنا هنتعلم القران، ومفيش حاجه هتشغلنا عن القران، القران مقدم عن كل شيء. هنروح لفضيله الشيخ خالد، معانا دقيقه لفضيله الشيخ للتعليق على مكالمات اليوم. فضيله الشيخ، اولا ليس لي أن أعلق، ولكن هي هداياكم التي تهدونها فأعطيكم إياها مرة ثانية. واحد، ما أجمل اتصال الأبناء وتجاوب الأبناء عمليا في التعليم والتعلم لتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يثبتنا جميعا على ذلك. آمين. بان اليوم عمليا أهمية السماع والتلقي، إن أقول وتقول ورايا، اختصارا للوقت. فالبعض كان بيقرأ ويصلح نفسه مرة واثنين وثلاثة، في حين إن لما الشيخ قرأ مرة وقرئ وراه كان الأمر ميسور وسهل. إذن من هنا نتعلم أهمية الوقت واختصاره. جت غلطة وعدتها مرة ونفس الخطأ هو هو، وقل لي أعد مرة ثانية، طب لو تكرمت قلها حضرتك أو قلها وأنا أقول وراك كده، احنا بنختصر الوقت، بنتعلم بسرعة، عشان في أشياء أخرى كثيرة أهم جدا من هذه المرحلة نحن فيها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، تلك بعض هداياكم، دمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد، جزاك الله خيرا. شكرا لكم جميعا أعزائي المشاهدين، غدا بمشيئة الله مع الآيتين 15 و16 من سورة غافر، غفر الله لنا ولكم، والحمد لله الذي وفق وأعان، نسأله القبول وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.